شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لصحة المواطنين، وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية. نقلة نوعية أحدثتها منظومة التأمين الصحي الشامل في خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءتها وبجودتها وتلبية الاحتياجات للمواطنين بشكل متكامل، بعد أن عانى نظام التأمين الصحي منذ إنشائه في عام 1964 من العديد من الإهمال وتدني الخدمة الصحية المقدمة. ظلت خدمات التأمين الصحي مقتصرة على مدار عقود على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في قطاع الأعمال والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لم يقدم نظام التأمين الصحي التغطية لبقية العاملين. لذلك تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين. وبالمقارنة بين نظامي التأمين الصحي القديم والجديد، كان النظام القديم يتولى مسؤوليته الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تقوم بدور متحمل التكلفة ومقدم الخدمة والمشرف على الرعاية الصحية، ويعد الشخص هو وحدة التغطية. أما في النظام الجديد فتتولى مسؤوليته ثلاث هيئات، مما يسهم في حوكمة نظام التأمين الصحي، فيما تعد الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية وليس الفرد كالنظام السابق. فعلى مدار ثلاث سنوات حقق نظام التأمين الصحي الشامل العديد من الإنجازات. البداية كانت في محافظة بورسعيد، تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى، كما تم تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة والتي تعد نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات ذاتها. مبادرات صحية توعوية أطلقتها هيئة الرعاية الصحية منذ إطلاق المنظومة في يوليو من عام 2019 وحتى الآن، وذلك لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات.